عايزين نروح لاعب انا محتاج اتوقف عنده لان غالبا في مصر بعض اللاعبين ما بياخدوش حقهم زي الكهرباء هديه كهرباء طبعا كهرباء في حاجه بقى مهمه جدا احنا لو بنتكلم عن الوينجرز الموجودين في مصر فأنا بشوف دايماً إن بعد محمد صلاح يأتي في الشراسة على المرمى مع كامل التقدير لتريزيجيه وتجربته الاحترافية ولكن فكرة الشراسة على المرمى هي كهربا. بنتكلم إن كهربا أكتر جناح في مصر بعد محمد صلاح بيلعب كرة مباشرة على المرمى، مش أي جناح بيلعب كده، دايماً فيها أجنحة يعني بتفكر طبعاً طبعاً وليد سليمان أكيد قيمه كبيره تظل موجوده الاهلي الموسم الماضي في دوري 8 اهداف بالظبط ولكن احنا بنتكلم في كهربا دايما بيفكر يلعب الكره المباشره على المرمى كهربا بياخد الكره في اقل عدد من الثواني بيكون بيلعب بشكل مش عرضي ولكن دايما بشكل طولي احنا هنا عندنا 430 دقيقه الكهربا دول اخر 430 دقيقه شارك فيهم ساهم في ست اهداف ال 430 دقيقه دول اقل من خمس مباريات كامله يا اسامه يعني فيه. حوالي اربع مباريات وسبعه من عشره سجل خمسة وصنع واحد الأهم بقى وده اللي ليه بنقول إنه بيلعب دايركت فوتبول محاولاته 17 محاولة منهم 10 اون تارجت 58 وعلى فكره غالبا هذه النسبه اما تكون في الاجنحه السوبر قوي في الفرق بره او في المهاجمين فانت بتتكلم ان لعيب دقه محاولاته على المرمى بالشكل ده دي ميزه الكهرباء لو راجعنا اصلا في الكلام اللي احنا كنا لسه بنقول كمحاولات اون تارجت بالنسبه لمحاولات طبعاً. الفريق على المرمى هنلاقي كهرباء عامل نسبه تكاد تكون مش تكاد بالتاكيد هي اعلى من محاولات الفريق ككل اون تارجت طبعا وده وده الميزه المهمه جدا في كهرباء عشان كده انا بقول كهرباء حتى في تجربته في لما سافر احترف مع لوزيرن هي من التجارب اللي انا كنت شايف ان بدايتها قد تكون بدايه بذل صلاح في رقميا كانت مقاربة جدا كهربا ما كانش عنده النفس الطويل ان هو يكمل وحتى اتكلم قبل كده في فكره بدات تاخد اوقات مش كامله ولكن يبقى كهربا اللاعب اللي بيلعب بشكل مباشر على المرمى اللاعب اللي بيقدم لك فكره الحلول الهجوميه وانا بقول دايما اللاعب يا جماعه اللي اللي بيتحرك دايما بشكل طولي مش بشكل عرضي ده بيفيدك لان طول الوقت بيعمل لك كثافه عدديه في خط في داخل البوكس بتاع المنافس وطول الوقت بيديك افضليه وعلى فكره التنوع مطلوب يعني انت لو بتشوف لاعبين اخرين يعني طاهر لعبه مباشر اه بس طاهر دايما بيميل لفكره كاتنج انسايد وشوت كهربا ما بيعملش دي بس كهربا بيديك حاجه تانية دايما داخل كمهاجم تاني او بيعمل كثافه في البوكس بالظبط فارس وبنتمنى طبعا اللي استمرار الكهرباء وطبعا التوفيق لكل لاعبي النادي الأهلي.